شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في افتتاح فعاليات اختيار مدينة صفاقس التونسية عاصمة للثقافة العربية 2016 ميلادية، والتي حملت شعار الثقافة توحدنا وصفاقس تجمعنا. جاء ذلك بحضور معالي وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية سونيا مبارك وعدد من وزراء ثقافة العرب والشخصيات الثقافية البارزة. وبهذه المناسبة أعربت معالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار عن سعادتها بأن تكون مدينة صفاقس عاصمة للثقافة العربية هذا العام، مؤكدة أن الثقافة العربية هي أداة لوحدة وأمل الشعوب في مستقبل أفضل لتصل للعالم الصورة الحقيقية التي يحاول البعض تشويهها. وأكد معاليه على أهمية تواجد المؤتمنين على الثقافة في العالم العربي في مثل هذا الحدث الذي يعكس غنى ما تحمله الثقافة العربية، وأشارت إلى التحذيرات الجارية حاليا لدعوة كل مسؤولي الثقافة في العالم الإسلامي لافتتاح فعاليات المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018 حيث طريق اللؤلؤ. وانطلقت الاحتفالات الرسمية لصفاقس عاصمة للثقافة العربية مع حفل حمل عنوان صفاقس تضيء سماء العرب، وتتواصل الاحتفالات لمدة 8 أشهر قادمة، حيث أعدت المدينة ما لا يقل عن 100 نشاط ثقافي. هذا التجمع الثقافي الحضاري الهام الذي به نتعرف على أنشطة ونتعرف على أمور كثيرة ربما غابت عن بالنا. بالأمس مع معالي وزيرة الثقافة التونسية السيدة الرائعة سونيا مبارك، علمت أن هناك مدينة بكاملها تؤسس هنا في تونس للثقافة. هناك أكثر من مسرح وأكثر من متحف للفن الحديث وأنشطة مختلفة تضمها مدينة واحدة. سعيدة بأن أسمع هذا الخبر الجميل. حين تتراجع الثقافة في بعض البلدان نجد أنها في بلدان أخرى تتألق وتثبت حضورها عبر طاقات شابة.